ولكن نريد أن نذهب بعيدا في فهم هذه الأحداث. لماذا؟ لأن سلوك إسبانيا ليس مرتبط فقط بقضية بن بطوش، ولكن هو تغير في السنتين الأخيرتين، كاين تحولات، ونحاول أن نقرأ لماذا هذا التغيير. أولا يجب أن نضع هذا التغيير ضمن ما يجري في النظام الدولي. نحن نعيش عالم الخروج من كورونا، وهنا يبدو بأن الكثير نسي ما كتب في البداية ديال هذه الأزمة بأن العالم هو تقريبا شبيه بمرحلة الخروج من الحرب العالمية الثانية، وأن عالم ما بعد كورونا لن يكون كسابقه. هذه معطيات تؤثر على النظام الإقليمي وتؤثر على القوى الموجودة داخل النظام الإقليمي الذي ننتمي فيه، في إسبانيا، في الجزائر، وفي مجموعة أخرى. أيضا هناك نقاط تحول، انتقال القوى في النظام الإقليمي، انتقال القوى. المغرب ديال الآن ليس هو المغرب مثلا ديال 20 سنة هذه. أيضا الجزائر ليست هي نفسها، وإسبانيا ليس نفسها، وحتى الاتحاد الأوروبي دوره وتأثيره في النظام الدولي وحتى على النظام الإقليمي هو بات مختلف نتيجة التحولات التي عاشها. أيضا قواعد اللعبة الإقليمية تتغير، لا يمكن لقواعد اللعبة الإقليمية أن تظل هي نفسها. هذا منطق العلاقات الدولية. لهذا الحدث الذي هو أمامنا من شأنه أن يغير الوضع الراهن، لن يعود كما كان، بمعنى لن تعود العلاقات مع إسبانيا بنفس الشكل. هناك خطاب الآن يروج، ولكن يبدو بأن الخطاب فيه الكثير من التفاؤل، ولكن صعب أن تكون هناك نفس العودة. أكثر من ذلك أن هذا الحدث يمكنه أن يجعلنا نتنبأ بواقع جديد سيتبع الأحداث الجارية. ولكن السؤال هنا، ماذا لو ترك المغرب إسبانيا، بمعنى أنها تمارس هذا السلوك، ماذا لو كان هناك نوع من السكوت؟ هذو الناس اللي هما خرجوا في البداية وكانت عندهم مواقف معينة، سوف تتمادى إسبانيا، وقد تكون هناك سلوكات بين مزدوجين طائشة أكثر في عملية العداء للمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابعونا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلوس، أكثر من مجرد خبر.